السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل مع حضراتكم الرقاق الفلاحي. مقاديرنا سهلة وبسيطة، انا معايا كيلو ونص من الدقيق، حطيت عليه معلقة ونص كبار من الملح ومعلقتين كبار من السكر. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. بسم الله. هنزل عليهم بكوباية كبيرة سمنة على زيت او زبدة على زيت، المتاح عند حضراتكم حطوه. بسم الله. ده مج بورسلين موجود في كل بيوتنا. هقلب بقى الكلام ده كويس. هنزل عليهم بثلاث كوبايات من نفس المج المعياري اللي حضراتكم شفتوه في ايديا، ثلاث كوبايات من اللبن الرايب بدرجة حرارة المطبخ. هعجن بقى الكلام ده كله لحد ما يدينا عجينة وسط، مش ناشفة ومش طرية. اذا احتاج حاجه هنحط ميه، مش هنحط لبن تاني، ولبن حليب في الوصفه دي مش هينفع، لبن الحليب بينشف الرقاق. اقول كده بسم الله الرحمن الرحيم كده وابدا الم العجينه. ان شاء الله هيعجبكم قوي، طعمه حلو قوي قوي في السحور مع السمك المشوي، حلو قوي قوي مع حته الجبنه، عسل وطحينه، عسل ابيض، جبنه قريش، طعمه ملوش حل مع كوبايه شاي بلبن، مش محتاج اي حاجه معاه بصراحه. زي ما حضراتكم شايفين بعد ما حطيت الثلاث كوبايات من اللبن الرايب لسه العجينه مفروله معايا ازاي، انا عايزه بس الم العجينه. هرش كده حبه ميه اول باول بسم الله واشرب العجينه معايا عشان تلم معايا. هسيب ان شاء الله لحضراتكم المقادير كلها في صندوق الوصف. بيرجع لايه؟ بيرجع لنوع الدقيق اللي انا مستخدماه، ممكن ما حضراتكم ياخد ممكن ما ياخدش. زي ما حضراتكم شايفين لمت العجينه معايا وسابت من البوله وسابت من الجلافز اللي انا بشتغل بيه كده العجينه تمام. طبعا انا هنا مش حاطه ولا بيكنج باودر ولا خميره، فاوريدي مش هسيبه يخمر، انا هسيبه يرفع لمده 10 دقائق وهقطعه بحجم البرتقانه البلدي الكبيره، وبعد كده ان شاء الله ارجع لحضراتكم. ارتاحت العجينه معايا ورشيت كميه وفيره من الدقيق زي ما حضراتكم شايفين، واسمي بسم الله الرحمن الرحيم وارش كده رشه بسيطه من فوق، وابدا كده افرد الاول شويه بايديا وبعد كده بالنشابه. اقل سمك يتفرد معايا هوقف. زي ما حضراتكم شايفين سمك العجينه معايا بقى قد ايه، شايفين حضراتكم الرخامه باينه ازاي من الرقاقه. ابدا بقى اشيلها كده زي ما حضراتكم شايفين كده، لو نقدر نعمل الحركه دي يا ريت. شايفين التلف كده وتشد الحروف. وهاجي رايحه على طول على البوتاجاز، حاطط عليه صينيه هوريها لحضراتكم دلوقتي على ظهرها نار متوسطه، وهبدا اشتغل في الثانيه كانت الرقايه خالصه معايا. بصوا الجمال بقت قد ايه، يلا بينا على طول على النار. بسم الله. اهم حاجه تكون الصينيه حرفها عالي بحيث اللي يوصل للصينيه الحراره بس، انا مش عايز نار مباشره. اتشمعت من تحت معايا، هبدا اقلب على الجنب التاني. بسم الله. شايفين الجمال؟ مش عايز ولا الريحه بقى، اللهم اني صائمه. هقلب تاني، استمر كده يمين وشمال لحد ما كله ياخد لون واحد، وبعد كده هطلعه ويفوت المطبخ وعلى طول الفه فيه عشان يتم طري معايا لاكبر وقت ممكن. استمر كده زي ما قلت لحضراتكم يمين شمال، شايفين حضراتكم انا عايزه كله يبقى اللون ده لحد ما اللون اللي هو الغامق ده يختفي ويديني اللون الفاتح. اشيل على طول الرقاقه وفوت المطبخ على طول والفها. هعمل كل الكميه بالشكل ده واوري حضراتكم النتيجه النهائيه ايه. خلصت الكميه زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين حضراتكم بسم الله ما شاء الله، وريحته قلب المكان كله. شايفين حضراتكم طري وميه ازاي؟ زي الميه. بصوا كده معايا تاني معايا ويتفرد بكل سهوله ازاي كله بالشكل ده. بصوا حضراتكم، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وينال اعجابكم. ان شاء الله هسيب لكم كل المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. شكرا ليكم، اسما فود.